السلام عليكم. اهلا وسهلا. هنا هذه الانترستيت 84، يعني الطريق السريع رقم 84، رابط ما بين ولاية واشنطن اوريغون في اتجاه ولاية ايداهو فيوتا. اللي هو طريق صراحة واعر واعر بمعنى الكلمة، طريق معتبر، طريق فريد من نوعه، يعني طبيعة، جبال، واد، توكلات زنا، واحد الشلالات، شي ما شاء الله، داكشي واعر واعر بمعنى الكلمة. الانترستيت من الجهة الأخرى، ولأن ديك تابعة لواشنطن، هما هادي أوريغون والواد واشنطن، يعني هذا هو كولومبيا ريفر، يعني نهر كولومبيا اللي كيفصل ما بين الولاية ديال أوريغون والولاية ديال واشنطن. صرفة ديالة اسمنا عصر القوم فادي ستة خمسة وخمسة وعشرين انو يعني رادو ستة العصر. يلا نكتب بهذا القدر.